صدر عن حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى الخليفه ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه امر ملكي رقم 10 لسنه 2024 بتعيين نائب رئيس في مجلس امناء المؤسسه الملكيه للاعمال الانسانيه فيما يلي نصه يعين الدكتور مصطفى علي محمد السيد نائبا لرئيس مجلس امناء المؤسسه الملكيه للاعمال الانسانيه وتكون مده عضويته لنهايه مده المجلس الحالي.